يا الله اللي يغيب ويسرع الرد. يلا حي ابو يالا، يلا حي يا مر يا هلا. لكن انا بنشدكم ها الياس والله الياس في هوس حب اللغة التركية، عشان كذا راح يدرس في تركيا يتعلم لغته. ولو يعلم ويدري انك انت تعلمتها بدون اي مدارس بينجل خفيف ايام المقدم وشيل الاتراك. انت كنت تكد رايح خط جده مكه وتشغلهم عيسى حول حول. بس انك دخلت معهم انت دخلت معي ايه. عطنا قصه يا بيار. وش قصه؟ قصه المكدم على اتراك. كل يوم بتجيني شو اسمه حمله اتراك سته انفار ثم نصوا على بعض ثم اقلع فيه. مو ترك وش؟ ترى الصابونه طال عمرك 93 دلع. مع خطوط مع كبر الهزاز. طيب ما يقولون هد ولا شيء ولا لا ولا يناقشونك بشيء؟ ما يناقشون. ناس قشره هم بس انهم هدوا بس مو عيسى تقول اقرا عليهم. ناس مقشرين ما هم شو اسمه الحين الاتراك لا اسمعوا عيسى هدوا سبحان الله يجيهم في شغل. وش تشغل لهم؟ شغلهم شو اسمه ردي علي يا هوا الباب الوهيبي بس قشران ما ينهرجون يقولي ليش؟ لو كلمته قال شو زين الله مين زين وش يزع وجهه اكبر مع هرج. اي والله المكده فيها دراهم. اي والله فيها دراهم يقولي زيد. ومرة جاني واحد ترك ومعه مرته صاروخ ما شاء الله تقول شكله تو عرس. طيب ومتهندبين ولابسين وانا ترى عاد لابس تلبس الطريق رغبه شو اسمه الزباين والسياح واحط قدامه على الباب على الباب. انت كنت يعني مهتم بالسياح من زمان؟ اي مهتم بالسياح. طيب كرتون ما عشان ارغبهم. غش يا بارد دخلي اشرب بارد يركب بارد ولا ركب معنا ارقبه بس لين يدفع فلوس يركب. ابن امه من البيبان والقزاز ابن امه يفك ابي الجزاز. وعلى وين؟ على خط جده مك على هزاز. طيب هذول ايش شغلت لهم؟ عيسى صعبة ناس متهندبون شغلهم باتي بلب باتي بلب على جمر الغضاء والتركي والنب ايش يقول؟ مع كبري شو زين الله